هل من يقول بالتفريق بين الفرقة النادية والطائفة المنصورة يعد من أهل البدع؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الفرقة النادية هي الطائفة المنصورة، فلا تكون منصورة إلا إذا كانت نادية، وذلك أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سميت ناجية لنجاتها من النار، ولم تقع فيها كما وقعت في الفرق 72، وهي الطائفة المنصورة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك، وهم أهل السنة والجماعة. فهي أوصاف لفرقة واحدة، وهي التي تمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما من قال إن الفرقة النادية غير الطائفة المنصورة فقد أخطأ وفرق بين ما جمع الله، ولكن لا يعد مبتدعا، وإنما يقال إنه أخطأ في كلامه هذا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.